مشاهدينا إلى جولتنا السريعة في عالم السوشيال ميديا، وأول تغريداتنا من حساب معالي المستشار تركي آل الشيخ مهندس الإبداع في موسم الرياض. حفلة مميزة بأغاني الفنان الراحل محمد عبد الوهاب مع الفنانين ريهام عبد الحكيم ولؤي في بوليفارد رياض سيتي في موسم الرياض. وطبعا في بادرة جميلة تم تكريم ابن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب بحضور ابن الأستاذ محمد عبد الوهاب. تقدم خالص الشكر والامتنان للأرض الطيبة اللي استقبلتنا، المملكة العربية السعودية.